يا ميس، من يومين قرأت كتاب نظريات وتطبيقات العلوم اللي من خلاله عملت هاي التجربة، واكتشفت انه سبب تشكل الطبقات هي اختلاف كثافة السوائل. كثافة؟ شو يعني كثافة؟ وهل هي بس موجودة بالسوائل؟ مرحبا، انا محمود وانا اليوم رح اختبر كثافة السوائل. وانا لميس واليوم رح اختبر كثافة الغازات. عمركم تساءلتوا ليش جبال جليدية ضخمة بيبلغ وزنها أطنان تطفو على سطح الماء وما بتغرق؟ السبب هو اختلاف الكثافة ما بين الماء وما بين الجبل الجليدي. الكثافة هي خاصية فيزيائية وبتعني ترتيب الجزيئات داخل المادة، وهي موجودة بكل المواد وإلها علاقة بحجم وكتلة المادة. يعني بالمواد الصلبة بتكون قريبة جداً، وبالمواد السائلة أبعد، وبالمواد الغازية أبعد وأبعد وأبعد. لما بتتجمد المي وبتتحول للحالة الصلبة بتتشكل جزيئاتها على شكل سداسي، بس بيكون بينهم فراغات، وهذا الاشي بيخلي كثافة الجليد أقل من كثافة المي. لهيك جبال جليدية ضخمة بيبلغ وزنها أطنان بتطفو وما بتغرق. ولحتى أختبر كثافة الغازات في عندي هون الثلج الجاف، وهو غاز ثاني أكسيد الكربون بس بحالته الصلبة. وبدي أنبهكم أصدقائي إنه الثلج الجاف ما منقدر نستخدمه إلا بوجود مختصين. رح أحطه بهذا الحوض وأتركه لحتى يتبخر. المعروف عن الثلج الجاف إنه بيتبخر بدرجة حرارة المكان اللي بيكون موجود فيه، بس لحتى أسرع عملية التبخر راح أضيف عليه شوية مي. وهون في عندي بالون، ولما أرمي البالون للأعلى رح ينزل للأسفل وكأنه بيغرق بالهواء، وهذا سببه بالإضافة للجاذبية إنه كثافة الهواء اللي داخل البالون مع البالون، يعني الكثافة الإجمالية، أعلى من كثافة الهواء المحيط فينا. بس لما أرميه بغاز ثاني أكسيد الكربون اللي رح يصير إنه رح يطفو البالون للأعلى، وهذا سببه إنه الكثافة الإجمالية للبالون أقل من كثافة غاز ثاني أكسيد الكربون. إحنا شفنا كثافة السوائل بدرجات حرارة مختلفة، يا ترى لو تغيرت درجة حرارة الحالة الغازية هل ممكن تتأثر كثافتها؟ عشان نكتشف هذا الإشي رح نقرأ كتاب معجم الفيزياء المصور. خلينا نجرب نسخن هواء المنطاد.